طيب الجمهوريه بتقول بعد التاهل لثمن النهائي 24 ساعه ترفيه للفراعنه. امبارح كان فيه راحه بالنسبه للمنتخب وراحه يعني من خلالها اللاعبين كانوا عندهم حريه في التجول في فندق الاقامه والامور كانت كويسه وحقهم ان هم يريحوا طبعا ده شيء طبيعي جدا تجنبا للاجهاد وبرضه بيبقى فيه بعض التدريبات الاستشفائيه الخفيفه جدا في الجيم لبعض اللاعبين وفي كمان من خلال خبر الجمهوريه بيقولوا ايه تخفيف الحمل البدني ده اللي احنا بنتكلم فيه مع حضراتكم ده شيء مهم واعداد خاص لاحمد علي. ليه اعداد خاص لاحمد علي؟ لان احمد حسن كوكا هيغيب عن دور ال 16 ما عندناش غير مروان محسن واحمد علي فبالتالي احمد علي هيكون بديل مروان محسن او اللي حصلت مفاجاه يعني وابتدى احمد علي وما اعتقدش ان ده هيحصل في مباراه الدور ال 16 ايا كان من المنتخب اللي هنواجهه فالامور دي كلها هتتحدد يعني خلال الفتره الجايه لكن تجهيز احمد علي شيء مهم ولاعيب مميز قوي هداف الدوري المصري وكان ممكن ياخد فرصه المباراه اللي فاتت معرفش ما خدش فرصه ليه لكن في نفس الوقت باذن الله احمد علي في حاجه المنتخب ليه في اي وقت هيكون موجود وهيقدر يؤدي بشكل كبير واحنا واثقين في كده ان شاء الله باذن الله.